السلام عليكم عمي. عليكم السلام الاخ، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طيب طيب الله يبارك فيك. عاد انا صورتك صوره وبرايك فيها. جيد. اسمي صالح بن ناصر الشريقي. انا عاد شفتك انت تمارس هذه الهوايه، هوايه او حرفه صناعه الفخار. انت ورثني جد بعد جد. ابائي واجدادي اشتغلوها الشغله. انت ورثتها عن من ابائي. ايوه. ومن متى بديت؟ تقريبا عمري يمكن 12 سنه. ما شاء الله، بديت صناعه الفخار. ايوه. هل كانت هذه الادوات موجوده؟ هل كان هذا اللي هو هذا كان برجل، هذا حجره مكتوبه بعد ما مسكه من هنا كتب على كرسي، بعدين دورت بدفه برجل. ما كانت موجوده؟ ما كانت موجوده هذه الادوات الكهربائيه. من بعد هذا طلعت بالكهرب. بالكهرب. وشو نوع الطين بتستخدمه؟ طين هذا الصربوخ من جبال نجيبه. اسمه الصربوخ. صربوخ من جبال. زين، وشيء تربه نوبه بيضاء من بطن الارض. ما شاء الله. اسمه المدر. وشو انت تصنع عادة؟ شو تصنع عادة؟ هذا مبخر. مبخر. الحين تصنع اللي هو المبخرة. ايوه. حاليا انت كم سنة في المجال عاد؟ كملت؟ تقريبا يمكن 66 سنة.